الرحمن الرحيم، فكيفاش تشوف هاد الدورة التكوينية اللي يعني قامت بها عصبة سوس المدربين الحراس المرمى على الصعيد ديال سوس وتحت اللواء ديال بطبيعة الحال ديال الإدارة التقنية الوطنية، فكما شفتوا كان هناك يعني 20 يعني مشارك في هذه الدوره هذه، الحمد لله اللي عرفت واحد النجاح كبير. فكانت هناك دروس نظريه ودروس تطبيقيه تحت الاشراف الاطار الكوف السي خالد فهمي وعبد ربي رضوان بن الشوي. الحمد لله يعني كما قلت لك كانت هناك دروس نظريه ودروس تطبيقيه، فاليوم ارتئينا اننا نجيو يعني باش هاد المدربين يعني وكما كنقولوا المكونين والمؤطرين جاوا باش يعني نخدموا في دي سيتياسيون ريال امام يعني حراس مرمى صغار، لانه هاد الدوره هذه ديال يعني الدرجه الثالثه خاصه بإي 13 يعني الفئه العمريه ديال 13 سنه، فارتأيت انني نجيبهم هنا المدرسه ديال حراس المرمى نادي الاتحاد بن سرقاو باش يعني يشتغلوا مع حراس مرمى يعني في المستوى ديال 13 عام 10 سنين 12 عام، باش نشوفوا يعني التعامل ديال هاد المدربين مع هاد الفئه العمريه كيفاش يعني واش وصلتهم الرساله يعني بلغنا لهم يعني الدروس كيف ما هي. الحمد لله كان واحد تجاوب كبير، كانت واحد القابليه عند هاد المشاركين في هاد الدوره، ونتمنى ربي يعني يوفق الجميع في هاد اللي ما فيه الخير للرياضه ولحراسه المرمى المغربيه على العموم ان شاء الله.